برنامجكم صباحك مسك بهي الساعة رح نكون مخصصين لموضوع مهتم بتعليم الأطفال والمشاكل اللي ممكن يواجهوها الأطفال أثناء تعلمهم وأثناء دراستهم لمناهجهم. في كثير من المشاكل اللي ممكن يواجهوها الأطفال، ومن ضمنها مشكلة النطق والتأخر في النطق، وأيضا هي المشكلة ممكن تكون عم تأثر على تعلم اللغة تانية، وخاصة أثناء وجود هدول الأطفال في بيئات ومجتمعات جديدة غير المجتمعات اللي هن فيها. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ومشكلة التأخر ومشاكل النطق اللي بيعاني منها الأطفال مع الأستاذ ماهر عقل، وهو اختصاصي مشكلات النطق عند الأطفال وأكاديمي في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. بدنا نرحب فيك أستاذ ماهر، أهلا وسهلا فيك. حياك الله أخي. حياكم الله. بداية صباح الخير. صباحك يا رب. جميع المشاهدين الله يسلمك يا رب. جمعة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليك يا رب. الله يسلمك. بداية أستاذ ماهر، صراحة نحن حابين نعرف من حضرتك اضطرابات الكلام يلي ممكن تكون عم يواجهوها الأطفال بشكل خاص، لو نتحدث عن هالاضطرابات بشكل يعني أساسي. بداية يعني بس حابب أحكي عن شيء الآن. نعم. في شيء اسمه مشاكل النطق، في شيء اسمه مشاكل التعلم. حلو. يعني نحن يعني بهذه الحلقة حلو خاص يعني رح نتكلم عن مشاكل النطق مو مشاكل التعلم عند الأطفال. جميل جميل. مشاكل النطق يعني ممكن نصنفها ثلاث أصناف: مشاكل بالصوت، مشاكل بالنطق، مشاكل باللغة. نعم. اضطرابات اللغة، اضطرابات الصوت، اضطرابات النطق. تمام. يعني نبدا واحده. هي اهم الاشياء التي يتعرض لها الاطفال بصعوبات عمليه النطق. نعم. طيب ليش بتعرضوا له؟ اسباب كل واحده، مثلا عندك مشاكل اللغه الى اسباب، مشاكل النطق الى اسباب، مثلا اضطرابات اللغه. نعم. اضطرابات اللغه، ما هي اضطرابات اللغه عند الاطفال؟ اضطرابات اللغه تأخر النطق والحبس اللغوي فقط. شيء يعني خلينا احنا نعرف هذه المصطلحات حتى تكون واضحه للساده المستمعين. عندما نقول اضطرابات اللغه، ماذا يعني اضطراب لغه؟ اضطرابات اللغه هي عمليه تقريبا شبه مرضيه. لا اسباب، انواعها وانواع، انواعها اهم انواعها هي التأخر بالنطق وله اسبابه، ثلاثه اسباب. ما هي؟ تأخر بالنطق ممكن يكون مشكلة بالسمع، ممكن يكون مشكلة بالسمع، لازم اختبار عملية اختبارات السمع للأطفال. طيب. اختبارات السمع لها قواعد وطرق، يعني لا يكفي أن الطفل فقط بيسمع. نعم يسمع. هل يفهم ما يسمع؟ هل يستجيب؟ جميل. هذا كله هذا من اختبارات السمع. طيب يعني سمع هذا الشيء. طيب ما هي مقدرة فهمه لهذا الشيء؟ نعم. طب كيف واحد بده يعرف استاذي انه اختبار إنه معين الطفل يعني الى اي درجه انا لازم اعرف انه هذا الطفل الان عم يفهم ولا ما عم يفهم؟ يعني في مؤشرات بتقول انه لا لحظه في مشكله، قد يكون في تاخر بالنطق، في ما عم يفهم فبدي اروح. كيف اعرف انا كولي امر؟ من خلال الاستجابه. ايه يعني هل الطفل مثلا اعطيناه كلام وجهنا له كلام او شيء اخر، هل سمعه؟ نعم سمعه. ايوه. طيب هل الفهم ماذا يقول؟ تفاعل مع. أيوة. تفاعل مع. ثم الاستجابة. إذا ما هي استجابته لهذا؟ مثلا أنا أخبر يعني جيب لي مي هيك مثلاً. ليست الأوامر بالنسبة للأطفال، مثلا جبت لك شيء حلو. أول شيء السمع، هل سمع؟ على فرض أنه سمع. ما هي استجابته؟ هل هو تبسم؟ لا، يجب أن يكون استجابة في الوجه. أيوة. فرح. هذا الشيء ردات فعل. ردات فعل. أيوة. ثم بعد ذلك إنه يأتي بسرعة أو لا يأتي. هذه العملية بتأخر، يعني لما بيتأخر لما يجي بيكون هذا في عنده أصلا تأخر لفهم الجملة. عندما يكون في تأخر بفهم الجملة ممكن يكون تأخر بسمع الجملة حتى. أيوة. هون بنبلش نشك إنه ممكن يكون في عنده مشكلة بالسمع. أيوة. المشكلة الأخرى بتأخر النطق تكون عقلية. تعرف مركز النطق بالعقل، العقل كل إنسان له عقل يقسم قسمين. طيب مركز النطق بالنسبة للإنسان هو بالفص الشمالي. طيب في عقدة بالوسط اسمها عقدة بروكا، مسؤولة عن أداء الكلام.
طيب ايوه يعني الان انت ما بتفكر بالكلام تلقائي كانك عم تسوق سياره. نعم صحيح. من المسؤول عن هالشيء؟ مسؤول عن عقده بروكر. طيب لكن انا الان عم اتكلم وحضرتكم عم تسمعوا، من المسؤول عن فهم الكلام؟ مسؤول عنه عقده فيورينكا في الفص القفوي. طيب لما بيكون في مشكله بالمثلا خلقيه باثناء الحمل، مثلا تناولت دواء، هي مشكله، يكون يعني عمليه تربيه الطفل قبل حتى الولاده تمام والاهتمام بالطفل. نعم يعني مشكله، او يكون تعرض الى خوف شديد او حزن او حادث مثلا في الراس، تتلف هاي المنطقه. بعض الناس ما يعني يخبرنا انه والله ابني ما بيتكلم، في عنده مشكلة تأخذ، لكن لما بيسمع غنية بينطلق جدا وبطلاقة. شو الرابط هون؟ الفكرة انه نحن عندنا مركز الكلام بالفصل الشمالي للإنسان، لكن مركز الفنون يعني الرسم والموسيقى هو المركز اليمين، فالغناء عمليا يتصنف مع الفنون موسيقى. أيوة. رهيب هذا الفصل. لا له علاقة بالكلام. نعم. فهو ممكن يتكلم أغنية بطلاقة، لكن عندما يريد أن يتكلم أي شيء أو يعبر عن نفسه يقف أو يتلجلج بالكلام. بتلكأ يعني. بتلكأ. بتلكأ طبعا. تأخر. هذا بالنسبة لتأخر النطق. عملية أولا السمع، بعد ذلك العقل. خلقي. مشكلة. مشكلة أخرى ومهمة جدا. هي مشكلة اجتماعية نفسية. أيوة. في تأخر النطق. نعم نعم. المشاكل التربوية أحيانا، الغيرة. يا لطيف. الغيرة من الأطفال تعمل هي مثلا يغار من طفل صغير لا يتكلم فبصير بده ما يتكلم. أيوة يقلده من نوع من التقليد. الأهل عم يعتنوا فيه، تمام أنا ما راح أتكلم مشان تهتموا فيه. أيوة. أو مثلا المشاكل بالأسرة، يتعرض لعنف أسري، تنمر أحيانا من خلال المدرسة، محيط. هذا بيسبب له تأخر بالنطق. هاي بالنسبة لمشاكل اللغة. طيب الآن عندنا مشاكل في القسم الثاني. نعم. من الصعوبات هي مشاكل بالنطق، اضطرابات النطق. اضطرابات النطق كمان إلى ثلاث أنواع. عندنا شيء اسمه النوع الأول اللجلجة، اللي هي بالعامية بنسميها التأتأة. أيوة التأتأة. يعني شيء خاطئ لا يتعلق فقط بحرف التاء، ممكن نقول عنه فأفأة، ماء مثلا، أي حرف ممكن. علميا اللجلجة اللي هي تكرار حرف مثلا حتى أيوة. هذا تكرار زايد، أو عملية توقف مفاجئ أثناء الكلام هذا أيضا بنسميه تأتأة. لحظة بدي ركز على الثاني. توقف مفاجئ أثناء الكلام، هو ما عنده لجلجة لكن لا. فجأة بيوقف. بيوقف. أيوة. بس هو بيكون عم يحكي عادي، مثلا عم يحكي معك أنا فجأة وقفت. هي حالة مرضية. شو سببها؟ هاي تحديدا. بتعرف ليش؟ إنه بصراحة في أحد الناس اللي عم يحكي معهم وكنت عم ناقشه بقضية وكذا وهيك، فجأة تلبك، خفت أني أنا حكيت كلمة غلط، أم هو من واجهة تأثر فعلا، أم أحرجته بشيء، فأنا ما عاد عارف أنا شو مساوي معه. أنا ارتبكت نيابة عنه وشفته هيك، وبعدين لحتى رجع طلع الكلام مرة تانية معه. فهل هذا هو نفسه اللي عم يحكي عنه؟ أستاذي عملية علاج أي مشكلة مثلا أو وصف العلاج تسبقها عملية التشخيص. طيب أيوة. عملية التشخيص بالبداية نشخص الأداء اللغوي. طيب عندنا قواعد بالأداء اللغوي، نعطيها اختبارات كاملة بالأداء. بعدين الأداء اللغوي بنشوف أداؤه هو شو، مثلا هل أثناء الكلام بيختار يعني يخفف الكلام ويختار وسيلة أخرى، مثلا الإشارة أو وسائل أيوة. تعبيرية بدائل. هل مثلا، طبعا نحن نتكلم عن طفل ما نتكلم عن البالغين. أيوة. هل مثلا يستطيع تركيب كلمه جمله من كلمتين ثلاث كلمات؟ هل يوجد مثلا عيب خلقي، مثلا يوجد ناميات بالانف مثلا، هل يوجد مشكله بالفك، بالشفاه، نعم، باللسان، ممكن يأثروا هذول القصص طبعا. فعمليه التشخيص
هي مهمة جدا. بعد ذلك تأتي عملية العلاج. بالنسبة لمشاكل اضطرابات النطق، قلنا اللجلجة سببها شلون بتكون؟ بتكون عن طريق تكرار الحرف أو وقوف المتفاجئ أو تكرار جملة. هذا التكرار عند الطفل خلال من سنة إلى ثلاث سنين، طبعا بالسنة الأولى بيكون هو بيقول فقط بابا وماما. نعم صحيح. خلال في السنة الثانية يعني بنقول 24 شهر، نعم بيقول جملة من كلمتين. تمام. ممكن في سنتين ونص بيقول جملة من ثلاث كلمات إلى أربع كلمات. خلال ثلاث سنين بصير عنده يتكلم، بيكون عنده حقل معجم نعم. مفردات يتألف من ألف كلمة. في السنة الرابعة يكون النطق واضح. السنة الرابعة والخامسة نحن مشاكل النطق من وين نعرفها؟ لما يكون مثلا بالسنة الرابعة المفروض يحكي منيح، ما عم يحكي ثلاث كلمات، أيوة متأخر، أو ما عم يحكي، هذا تأخر بالنطق. أيوة. أو هاي بسمو مشاكل اضطرابات اللغة، تأخر بالنطق أو حبسة خلال. لكن إذا في تأتأة في مثلا لجلجة بالكلام، هاي كمان بدنا نعرف نحن في الأسباب اضطراب اضطرابات النطق بسموها. أيوة. العملية النطق من السنة إلى خمس سنين. أيوة. بيكون تماما انتهى. إذن هي هون هي مرحلة خمس سنين الخامسة. يعني إذا في شيء مختلف، تأخر، لجلجة، أشياء أخرى، حبسة، الآن يجب أن نعالجها. ما بتتعالج قبل؟ تعالج؟ يعني مثلا بالذات إذا كان في عيب خلقي أو كذا وتم الملاحظة، يعني تم التشخيص مبكرا ممكن. ممكن بعد الخمس سنين. طبعا لا أقصد أنه ممكن في شفت مثلا عنده شفت الأرنب أو أيوة. مشكلة بالأسنان. طبعا مشكلة الأسنان بالنسبة للأطفال أنا مهوشان هون محلولة للسبب أنه في كتير أشياء بقول لك الآن خلينا ما نعالجه لحد ما يكتمل النمو وبعدين نبدأ نعالج. لا كتير في ناس بقول لك هذا هو بيكون مؤثر على النطق. لا اللي عم يشوف طبعا هذا الكلام خطأ. السبب أنه أصلا أعضاء النطق اللي هي مثلا السمع والدماغ مع الفكين اللسان الحنجرة كشكل عام ما بتكتمل إلا لعمر 8 سنين. أيوة. يعني أحيانا في ناس بتأخر أو بيكون في عندهم مشاكل ببعض الحروف نمو. أنا لا أعتبرها مشكلة. أيوة. ممكن أن تحل. سبع سنين ولا يعرف أن يقول الراء، هاي ليست مشكلة كبيرة، يمكن أن تحل. أو مثلا بعض الحروف الحلقية التي نشاهدها عند الأجانب مثلا ما بيقولوا خاء أو ما بيقولوا حاء أو حاء هاء، هذه تعالج. ممكن يكون في مشكلة من هنا لم يكتمل أعضاء النطق. نعم. طيب أستاذ ماهر صراحة نحن حابين نعرف هلأ نحن عرضنا الاضطرابات وعرضنا المشاكل أو تأخر ما يتعلق بتأخر النطق، حابين نعرف تقييمك لكل حالة. أمتى نحن عن جد لازم نضرب فرام وننتبه على ابننا بهي المرحلة من هالمراحل وبالتالي أنه يكون لازم ندور على علاج وحل جذري لنتدارك الموضوع سواء تأخر أو اضطراب النطق؟ يعني الملاحظة هي أهم شيء. بداية بنشوفه مثلا إذا هل يعاني من مشكلة بالسمع، مرة اثنين اثنين ثلاثة تعال أو اذهب، لاقي في عنده بطء كطفل، أو مثلا بيلجأ الطفل إلى استخدام لغة الإشارة. أيوة. دائما يستخدم لغة الإشارة. نحن لما بيستخدم لغة الإشارة بنحاول نجبره على الكلام. كيف؟ أيوة. بالتخيير، يعني مثلا ما بقول له تعال اشرب مي، تعال اشرب الحليب، لا. بدك مي لما حليب، ما راح يقول يقول حليب، اضطر يحكي. اضطر يحكي. أيوة. ما بنجيب شيء امامه بنخيره بدون ما نرجع. ما بقول له بدك هي ولا هي، على بيت تاكل على الجنينه، نحن بدنا ناخذه على الجنينه، بقول له بتروح على الجنينه. ايوه. بقول ايه او لا هيك بنستخدم، ما نحفز عليه انه يحكي. بنقول له دائما نحط خيارات امامه، بتروح هون لما هون بصير مضطر يحكي. بده شيء، بدك المي لما مثلا بده حليب فرضا، نخفي الحليب، لانه بدك المي لما الحليب بيقول بدي مي مثلا. أيوة. ما حيقول هو من كلمتين تمام، لكن بهالعمليه جبرناه لو بيقول بعض الكلمات.
حلو جميل. طيب استاذ ماهر هون بس باي عمر مشان يكونوا الناس؟ نحن الاعمار المفروض يعني ننتبه لها بتكون من السنتين ونص. ايوه يعني ما راح يكون مثلا من سنة يعني ونص عم يحكي سنه من سنتين ونص ونحن طالعين سنتين تقريبا الى خمس سنين. حلو هون ببين اكثر شيء يعني مشاكل. طيب النقطه تمام استاذ ماهر الان من واقع اختلاطك بالمجتمع العربي هي اضطرابات ومشاكل النطق والكلام عند الأطفال منتشرة كثير؟ أسباب مشاكل اللي تعرض لها الأطفال خصوصا مجال النطق يعني في بعض عام وفي بعض خاص. العام مثلا بتكون مثلا مشكلة بالولادة مشكلة بالدماغ، مشكلة بالفكين مثلا خلل ولادي تمام. أو مثلا بيكون بيعاني من بعض الأطفال بيجي شلل نصفي. هذا الشلل النصفي بيسبب له مشكلة اسمها الرتة. الرتة بيكون عنده مشكلة بكل النطق من بداية من الرئتين إلى فحتى أداؤه اللغوي بيكون مختلف، مثلا بيكون الفك مائل. فنحن مو مطلوب منه إنه يكون أداؤه اللغوي طبعا عالي. هذا شيء مشاكل خاصة أو أخف من العامة بشوي هي مشاكل يتعرض لها أثناء داخل الأسرة، العنف المنزلي. أيوة هذا بيسبب. فأغلب الأحيان بيجيني مثلا حالات فبيكون مو الطفل المريض، بيكون العيلة الأهل هن اللي عم يسببوا. العيلة هي اللي سببت المشكلة لهذا الطفل أو هي البالغة. بعض الناس بيقول يعني بيحب أنه يأخذ اهتمام لنفسه فبيقول عن طفله أنه مريض. أيوة ابني معه توحد. مين اللي قال لك ابنك معه توحد؟ هل أنت عرضته على أطباء؟ أيوة. نعم أخذته على الطبيب الفلاني. علميا مرض مثلا مثل مرض توحد، مرض توحد بيساوي يعني أغلب عسر نطق أو تأخر نطق. تأخر نطق بده أربع أطباء أقل شيء. طبيب أطفال، طبيب اختصاص النطق، وطبيب نفسي، طبيب اجتماعي، وفي بيعملوا له اختبارات الذكاء. ابني كتير ذكي ما شاء الله، هذا معه توحد بيحفظ أرقام التليفون وبيرسم. نعم. أولا التوحد يعني هو مرض عقلي. نعم. نسبة عرض يعني خلل دماغي. نسبة الذكاء تبع أمراض التوحد بالذات هي تحت دون المتوسط. أيوة. فاختبارات الذكاء بيعمل له إياها مثلا اختصاص النفسي أو الاجتماعي. مو شرط أنه بيحفظ أرقام التليفون، تمام يحفظ هو قدرته كلها مصبوبة على شيء. نعم. اختبارات الذكاء من جملتها مثلا هل يستطيع أن يرتدي حذائه بنفسه؟ أيوة. هل يستطيع؟ ما بتخطر على بالنا هاي مثلا. فهني بيعملوا له اختبارات كاملة خلال نعم. هالأربع أطباء تقييم كامل أنه هو بالفعل إنه نعم هذا هل معه توحد فعلا ولا لا؟ أما فقط أنا معي مشكلة ابني في مرض خطير. بس أستاذ ماهر هالحالات تبع تأخر النطق واضطرابات منتشرة كثير في المجتمع العربي هنا في اسطنبول بالنسبة لكل المجتمعات. أنا من خلال تجربتي نعم انتشارها واسع. ممكن نحن يعني مشاكل النطق لا تتعلق فقط أنه مثلا حبسة أو تمام. ممكن عندنا مشاكل كمان من عسر النطق. عسر النطق اللي هو كلنا بنواجهه اللي هو عملية تشويه النطق أو حذف أو إبدال حرف بحرف. مثلاً كلمة مثلاً أنا بدلت الثاء بالسين فعلاً. أيوة. هذا بيسموه عسر نطق. بنشوفه عند الأجانب لما ما بيقولوا حاء وخاء. أيوة تمام. هي أمراض حقيقة موجودة منتشرة صحيح. لكن هل يمكن نحن أن نعالجها؟ هون حطنا الجمال وهذا هو سؤالنا. بالنسبة طبعا يمكن معالجتها لكن بالبداية التشخيص المناسب. بالنسبة للأطفال يجب الانتباه إلى لغتهم، إلى مشاكل بتعرضوا لها أثناء مثلا الآن هون في تركيا نحن مهاجرين أو شيء بتصير مشاكل اسمها التنمر. أيوة. هذا صحيح. التنمر بسبب مشاكل ضخمة بحبسة تأخر بالنطق. يجب الانتباه. أو أحياناً الوضع العائلي مع أنه مهاجرين نعم صحيح بيأثر على نعم صحيح 100% 100%.
إذا أدوات العلاج هو الحذر بما يتعلق بمحيط هذا الطفل، وأيضا بنفس الوقت الجو اللي هو موجود فيه والبيئة اللي هو. استشارة مثلا استشارة الاستشارة النفسية أو استشارة خبير النطق مهمة جدا. بعض الناس مشكلة هون إنه بيوهم الآخرين. نعم. مثلا إنه أنا مثلا ابنك معه مشكلة بالنطق، وما بيكون في مشكلة بالنطق يعني كمشكلة، يعني ابنك ما بتكلم، حطه مع الأطفال بيصير بيحكي كذا، فكل الناس بتصير بتعطي إرشادات. نعم. هاد ممكن يسبب مشاكل أخرى، يفاقم مشاكل أخرى. فعلا بعض الناس بيخجل، عنده حالة من الخجل شديدة، فما لما بيكون أمام الناس بيحاول يكون قدر الإمكان على طبيعته، ما بيبين معه هالمشكلة. صحيح. نحن يعني أنا بنصح إنه كل إنسان عنده لو مشكلة بسيطة بالنطق إنه بيحاول يعالجها، مو عيب، سواء عند طبيب نفسي أو طبيب. جميل. نطق. في إحدى الحالات يعني كان في طفلة، خلينا نقول يعني مراهقة عمرها 17 سنة، خطبوها أهلاً خطبة، فخطيبة بالأخير يعني كلامها كتير قليل كتير، فكرها ما بتحكي. ايوه. جابوها انه شو المشكله، فالخجل تبعها ما بتقول كاف، بتقوله تاء، فعوض كتاب تتاب. ايوه. طال الكتاب شو بتقول تتاب تتاب، وهي من الخجل يعني هذا الشيء هذا، وما بدها تعالجه. صار كبر يعني صار 17 سنه، كبر مع 17 سنه والمشكله بسيطه. فقط كانت مشكله باللسان، لانه بتحرك اللسان المفروض بالكاف ما بيتحرك. لا فعلا. أثناء اتفاق واستمرت أخذت عادة. طبعا الكلام عملية مكتسبة. الآن عادة ممكن تعود شيء آخر. صحيح. نعم. صحيح. والله إحنا مستمتعين ما شاء الله معك أستاذ ماهر. شكرا جزيلا لك. كنت معنا أستاذ ماهر عادل، اختصاصي مشكلات النطق عند الأطفال وأكاديمي تعليم لغة عربية لغير الناطقين بها. شكرا جزيلا لك على حوارك معنا. حياك الله أستاذ الكريم. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المتابعين والمتابعات، فاصل قصير ونعود بعده إليك.